تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في القناة ديالي. غادي نوجد معكم اليوم السلام عليكم حبيباتي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد المربى بطريقة سهلة وكتوجد بدغيا. عندنا واحد الكيلو ديال المشماش، وناخدو المشماش اللي كيكون طيب شوية بحال هكا، يكون شوية طيب معسل. عندنا كيلو ديال المشماش وعندنا نص كيلو ديال السنيدة. بما انني انا درت هذا المشمش طايب وحلو، نص كيلو كافيه فايته ليا. الا درتو داك المشمش اللي كيكون قاصح شويه، هذاك يمكن لكم تزيدوا شويه ديال السنيدة باش تكون الحلاوه هي هذيك. بسم الله بسم الله. غادي نبداو، غادي ناخذوا هذا الكيلو ديال المشمش. غادي نزيدو عليه هاد نص كيلو ديال السنيدة. غادي نحركو هكا واحد شوية تدخل فيه هاد السنيدة، وغادي نخليوه مدة واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع حتى تذوب لينا هاد السنيدة ولي طالع لينا داك العسل ديالها هكا الفوق. ومن بعد عاد غادي نطيبو. المهم من بعد ما تذوب ليه السنيده شويه ونرجع معاكم. ها هو البنات، من بعد ما خليناه ديك 3 سوايع ها هو شو كيولا ولا كيلمى. دابا غادي نردوه فوق البوطه يطيب، وغادي نبقاو نحركو فيه واحد شويه وغادي نخليوه يطيب. ومره مره نحركوه، مره مره نحركوه بحال هكا. ها هو المشمش ديالنا دابا بدا كيغلى. دابا غادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه صغير حسب الرص تاع المعلقه ديال الزبده، باش هذيك الكشكوشه كلها غادي تحيد، ما غاديش تبقى بلا ما نزولوها. وغادي نبقاو نحركو هكا، هو راه ما كياخذش وقت طويل، راه غير شويه وغادي يطيب. واحد شويه غادي تحيد لنا هاد الكشكوشه، ما غاديش تبقى بلا ما غنزولوها، غادي تختف، ما غاديش تبقى باينه. اللي بغى يخليه هكا فيه طريفات غيخليه، اللي ما بغاه غادي يطحنو في الميكسر. المهم احنا معاكم دابا حتى يطيب وغادي نوريه لكم. ها انتم دابا شفتوا هذيك المعلقه ديال الزبده اللي درنا، هي الكشكوشه بدات كتحيد، ما كتبقاش تبان، غتحيد بشوي بشوي حتى ما تبقاش بلا ما نحيدوها كاع. هذيك الكشكوشه هي كتبقاش باينه. اللي بغيتي بلا ما تطحنوا بقاو غير تمعكوا فيه هكا هنايا، ما حد هو كيطيب وانتم كديروا ليه هكا بالمغرفه. اللي كيبغي دوك الطريفات يبقاو فيه يبقى يدير لي غير هكايا حتى يبقى فيه غير شي حاجه قليله، واللي ما تيبغيش هاد الطروفه راه يطحن. هانتوما الكوفيتير ديالنا تقريبا راه طاب. انا دابا غادي نهز واحد شويه وغادي نديرو فيها الطبسيل ونشوفو الا بقى جاري غنعرفو خاصو الطياب، والا عقد راه غادي الا درنا ليه هكا وما ساحش بزاف غنعرفو باقي راه صافي راه طاب. واحد شويه غادي على ما يبرد وغنوريه ليكم.
هو تقريبا راه طاب دابا. شاشه شفت لكم دابا اللي بغى يخليه هكا راه يخليه، اللي بغى يطحنو يطحنو. تقريبا كاع طروفه دابو اللي فيه، وفي غير شي وحده قليل. دابا الكوفتير ديالنا غادي دابا نطفيو عليه ونخليه يبرد واحد شويه. انا غادي نطحن واحد شويه بالميكسور، ما هو تقريبا راه ما بقى فيه والو. ها غادي ندير غير واحد شويه بالميكسور ونخلي غير يبرد شويه عاد نطحن. الكوفتير ديالنا كي جا انا راه ما طحنتوش، كنت غنطحنو بالميكسور، ويني انا شفت القوام ديالو جاني هو هذاك. كنبغيش انا كيكون جاري بزاف، وانتم الا طحنتوه وجاكم جاري يمكن لكم تعاودوا تردوه فوق الوطح حتى يعقد واحد شويه وعاد تحطوه. دابا انتم شفتوا القوام ديالو كي جا، راه ما طحنتو ما والو، غير معكتو هكا بهاد الخشبه ديال العود هكا صافي حتى تقاد ليا. انا غادي نديرو في التقديم ان شاء الله ونرجع معاكم. ها هو الكوفيتير ديالنا كيجي على هذا الشكل. ها انتم شوفوا اللوين ديالو كي داير، كيجي غزال. كنتمنى تجربوا هذا المربى، راه كيجي روعه. وعلاش اللون المشمش موجود ورخيص، علاش ما نوجدوش الكوفيتير لوليداتنا؟ تعرفي بعدا كيناش وجدتي وبدون مواد حافظه. وما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم وتشجعوني باش نبقى مستمره معكم. والسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.